مفاتيحك. خلاص نويتي؟ ان شاء الله. مستعجله على ايه؟ ما تستني للصبح. صبح ايه؟ بقول لك الولع عيان. قلبي معاكي يا اختي، ان شاء الله ربنا هيشفيهولي يا رب. بس قولي لي، هو انت لحقتي في اسبوع تلمي تمن الغسله اللي بتقولي عليها؟ هنق. مش قصدي يا اختي كده برضو. بس قولي لي، هترجعي لي تاني امتى؟ مش عايزه ارجع، قولوا انك هتوحشيني. وانت كمان هتوحشيني قوي، هتقطعي بيا. طب يلا قومي عشان تلحقي القطر بتاعي. بالسلامه. ولا تستني للصبح؟ هذا الحال المستشفى. اشوفك بخير. ولا اقول لك مش عايزه اشوفك تاني. سلام. بالسلامه يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليه يا اختي يا رب.